أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من خبرياتنا بلا حدود، ومثل العادة رح نفرجيكم اليوم أحلى المواقف اللي بتصير مع مشتركي برنامج نجوم بلا حدود ولجنة التحكيم. ومثل ما بنعرف كان التحدي الثاني في العرض المباشر العاشر من برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني عن تحدي الفئات، وهلأ صار الوقت لانطلاق التحدي الثاني، وبتبادل المهارات أو الفئات بتوقع إنه المرح رح يدخل وبقوة لأجواء المنافسة. وللمرة الأولى والأخيرة بقدم عبد الرحمن الحريري من سوريا عن فئة السينما. يا ترى بيحكي عن رامبو أو شي فيلم لجاكي تشان؟ والبداية رح تكون مع عبد الرحمن الحريري، خلينا نروح ونشوف شو الفئة اللي اختارها. وايت بليس، فيلم بيحكي عن عائلة اضطرت تعيش في صمت تام اختباء من مخلوقات تصطاد عن طريق الصوت. الفيلم من كتابة وإخراج وبطولة جون كريزينسكي، واللي شاركته في البطولة زوجته الحقيقية أميلي بلانت. تمثيل أميلي بلانت كان مقنع جدا لدرجة انها قدرت تحسس المتفرج بألمها في بعض اللحظات. وجدير بالذكر انه أكوايت بليس هو الاخراج الاول للممثل جون كريزينسكي، وقدر يتقنه لدرجة انه كان بمستوى المخرجين الكبار الاخرين. بالنهاية بحب لكم انه كل النقاد عطوا الفيلم علامات عالية، وانا شخصيا كنت قاعد بالسينما على طرف الكرسي مش قادر اكل البوب كورن تبعي عشان ما طلع صوت وتموت احدى الشخصيات. فعشان هيك بعطي الفيلم 9/10. مثل ما شفنا عبد الرحمن اختار فئة نور الدين، فئة السينما، وأبدع فيها وقدم محتوى كتير حلو. خلينا نتابع ونشوف شو قالت فايا. ما بعرف إذا عم شوف عبد الرحمن ولا نور الدين، شكلك عم تتسمع ملاحظاتنا لنور الدين بنفس الإصغاء، لأنه كتير حبيت، يعني حسيت الفيديو أنت يعني أثبتت أنك فيديو ميكر منيح، يعني بتصنع الفيديو بشكل حلو، فيه ما راح عطيتنا، يعني شجعتنا حمستنا نحضر الفيلم، عطيتنا علامات، والله ما أشبك شيء. شكراً فايا. والفنانة يارا كان إلها رأيها الخاص مثل العادة. يارا، تعملي فولو لعبد الرحمن كناقد سينمائي ولايك كمان. يارا حبت تعرف مين اللي ساعد عبد الرحمن في فيديو التحدي اللي عمله. فولو لايك. لحظة، بشرفك مين صور لك الفيديو بالغابة وساعدك هيك والقصص واللي أخذتها؟ مين؟ نور الدين. أنا ونور إبراهيمي. نور إبراهيمي. نور الدين ما ساعدك؟ نور الدين ساعدني بالسكريبت، كتابة السكريبت. مبين. حلو التعاون. حلو. كتير حلو. كتير حلو وكتير قنعتني، برافو. بروح نحضره أنا وياك الفيلم، فيلم جديد. وأنا بجي معكم. إيه إيه أوكي، وأنا أتفقنا. وائل لأول مرة بكون إيجابي 100%، نتابع كيف كان تقييمه لفيديو عبد الرحمن. طيب، هو الفيلم ده من اشهر الافلام دلوقتي، وما فيش ويب سايت بيقول لك، يعني بيقول غير ما تخش وخش الفيلم، خش الفيلم حلو لدرجه انك تزهق. بس وانت اخترت فيلم اوريدي عليه كريتيك عاليه جدا، انت الفيديو ده هو احسن فيديو شفته النهارده، لانه انت جبت بيهايند ذا سينز، خلف الكواليس، وفي نفس الوقت ما عملتش اي سبويل للفيلم وما باصش علينا الفيلم. وانا اول مره اعرف، من كتر ما بقرا عن الفيلم، اول مره اعرف ان هم بيتكلموا بالاشارات، وفي نفس الوقت الثيم بتاع الغابه مع حته ان هم قاعدين في هات ولا ما اعرفش فين، وبلس في الاخر لما قلت اكل، خايف حتى اكل بوب كورن للدرجه دي انه حد من الشخصيات تموت، انا فعلا حسيت ايه ده، وانا لما اخش فيلم فعلا هاكل بوب كورن وارقش. الفيديو ده هو احسن فيديو ليك النهارده، وبقى لك فتره كتير ما عملتش فيديو حلو كده. شكرا. خليك بالسينما، معاك بالسينما. محتوى فيديو عبد الرحمن كان كتير رائع. خلينا نشوف كارلا ولجنه الحكم على شو اتفقوا. كتير حلو. كتير حلو وكتير قنعتني، برافو. بروح نحضره انا وياك الفيلم، فيلم جديد. وانا بجي معكم. ايه ايه اوكي، وانا اتفقنا. وائل، تجي تحضر معنا الفيلم؟ اكيد طبعا. بص مشاهدينا، منروح فاصل ومنتابع. فيديو
فيديو عبد الرحمن أقنع فيه لجنة الحكم ونجح في التحدي، ومثل ما شفتوا عبد الرحمن اختار فئة نور الدين اللي هي فئة السينما. بس مين يا ترى كان أشطر من الثاني بتقديم هذه الفئة؟ أكيد نور الدين أشطر، يعني نورا روحه الرياضية بمجرد ما رحت لعنده وقلت له نور فيك تساعدني بكتابة السكريبت، قال لي أكيد. طيب نور يعني ما قصر معي أبدا، ساعده ونسي الفئة تبعه ما توفق الليلة قد ما ساعدك يا عبد الرحمن. وهذا كان ترتيب عبد الرحمن عن فئة الرياضة. علاماتك على التحدي الثاني 71. وهلأ بدنا نشوف المجموع، مجموع المعدلين. أيوة 125 على 150. برافو. أما سمر أنطوان عن فئة الويلنس فاختارت في تحدي الفئات فئة السفر والمغامرة. نتابع ونشوف شو قدمت سمر. زرت كتير بلدان أوروبية وجمعت ذكريات حلوة. اليوم رح خبركن على الأماكن اللي لقيت إنه لازم تنزار ولو مرة بالعمر. لمحبي المغامرة زوروا منجم بياليتشكا للملح ببولندا. هالتجربة الفريدة من نوعها بتبتدي بالنزول على عمق 200 متر تحت سطح الأرض، واللي بتلاقوه تحت ولا ممكن تتوقعوا، مطاعم، قاعات احتفال، متاحف وحتى بحيرات. أهم شيء إنه تزوروا متحف التماثيل والتذكارات المصنوعة من الملح الموجود بعمق المنجم. لمحبي الاستكشاف زوروا قلعة موسى ميشيل بفرنسا يلي هي أكبر ظاهرة مد وجزر بالعالم. نصيحة، تذوقوا عجة البيض التقليدية المطبوخة على الحطب بمطعم لامير بولار. أما لمحبي الرحلات الاسترخاء والراحة ما في أحلى من مدينة البندقية يلي بتجول البحر بطرقاتها الضيقة وكلها بيوت ملونة وجزر عديدة. أحلى شيء إنه تروحوا بوسيلة النقل بالبحر أو كوندور. كمان فيكن تشاركوا بمهرجان الأقنعة يلي هو من أجمل المهرجانات بالعالم. في بلدان ممكن نزورها مرة بالحياة، فأهم شيء ناخد معنا على بلدنا تذكار من كل بلد بذكرنا بأجمل معالمه وبأيام ما بتنتسى. أنا شايفة مشاهدينا أنه بعض المشتركين أبدعوا في اختيار وتنفيذ التحدي الثاني. كان اختبار صعب بس نجحوا بالاختبار. هلأ خلينا نروح ونشوف رأي يارا بفيديو سمر أنطوان. كل شيء لا متفاجئين تبدو الفئات. لا عن جد متفاجئين انه صح يعني تا يتفاجئ وائل كمان يعني شيء لا عن جد سمر هدولك شو خصني. لا عن جد عم تحكي عن اشياء منا كتير مشهورة، أوكي، والكل بيعرفها، والمولان روج وما بعرف شو والتوري فال وما بعرف، يعني عم تحكي عن قصص منا كتير معروفة. وعم هيدا العج الأكل هيدي شو هاي، أنا رايحة كرمالة تيجي معايا يلا. لا شو لا كتير عجبني الفيديو حبيتي كتير. أوكي برافو. شكرا لك يارا. مشتركة سمر جمعت بين السفر والأكل في الفيديو اللي قدمته، وطبعاً نال إعجاب يارا بما إنه يارا من محبين المطبخ. بس خلينا نتابع ونشوف شو كان رأي وائل. عجبني الفيديو عجبني الفيديو جداً جداً لأنه غني ومتلون وفي ألوان وفي معلومات وفي تيبس وحاجات جديدة. إيه شراكتك بالمغامرات مع أثناء السفر؟ ثانية بس سؤال، بس الفيديوز ديت أنت بصوراها ولا بس رفرنسز؟ في منهم مصورتهم منهم رفرنسز. أنا قلت كده، ما هو ده حلاوة الفيديو إن هي عملت زي مزيج ما بين خبراتها اللي قبل كده، وده لسه الكومنت ده لسه قايله النور في السفر في الفئة مزبوط. بتاعتها قلت لها طلع اللي في جعبتك. هي أول ما جالها الفئة طلعت كل اللي عندها، فرشت أوراقها كلها وبكده ضمنت فولو ولايك وشير وكل حاجة. لأنه يا سلام، انا بصراحه شايف انه ده كمان من احسن الفيديوز اللي شفتها النهارده. خي 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 فايا. طبعا كلنا بنعرف قد ايه فايا انسانه ايجابيه وعن تقييمها للمشتركين بالذات. خلينا نتابع ونشوف شو كان رايها بفيديو سمر انطوان عن فئه ويلنس. عم حاول فكر ليه عن جد، يعني هلا مانا عبد الرحمن وسمر ليه عم يعني في ابداع وعن جد مستوى منيح حتى بفئات غيرهم. يمكن لانه ما في تحدي معين، يعني انتم حرين بالفئه، فهذا بيثبت انه عن جد كل يعني كلكم انتم يلي ضليتوا عن جد مناح بصنع الفيديو. فيمكن برنامج نجوم بلا حدود عم يعطيكم تحديات صعبه ليطلع يعني احلى ما عندكم، وهيدا بيثبت انه التحديات من اول حلقه ما كانوا هينين، بس انتم عن جد قدوا قدود. شكرا لك فايا. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع.
أما المشتركة نور الإبراهيمي عن فئة السفر والمغامرات فاختارت في تحدي الفئات فئة الشعر، وأنا مثل ما خبرتكم حاسة إنه نور الإبراهيمي في خطر بهذا العرض المباشر. أرى في عينيك لا أرى غير الأمان، وعن بعد عنك لا أهجو غير الزمان. طويل شوقي واغترابي لقاتل لقلبي، وقلبك ينبض بالحنان. حياتي لك قالت وبالكون لا أبالي، أقول يا أمي أحبك فوق الخيال. وإن يوما أنا أصابني مرض كأني، كمن لا يرى غير حضنها يزيل الداء عني. إن فؤادك فارغ سكن فؤادي، بغير ذلك لا أبالي. أنت البيت وأنت بلادي، أرى في عينيك لا أرى غير الجمال. وهل ألام أنا؟ أنت أمي، أنت أماني. نور الإبراهيمي في العرض المباشر كانت كتير حساسة لأنه اختارت موضوع حساس. انتابع شو كان رأي يارا. قديت وحشتي أمك؟ بزاف بزاف. والله واضح جداً أنك توحشتيها بزاف 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 بزاف. الشعر موزون صراحة، في تسلسل بالموضوع. حبيبتي أنت، لا ما بدي أسرك حبيبتي. تحية لأمك، تحية عم بتشوفنا لهلأ. من بوسة ونقلها أنه نور بعيوننا، وتحية لكل شعب الجزائر اللي عم يحضرنا الليلة. منيحة كثير حلو الفيديو. لحظة، الشعر موزون، إلقائك روعة. يعني كتبتي كله؟ ما شاء الله. 10 سنين كي كنت في المتوسطة كنت نكتب شعر، بعدين نسيت، فعملت بحث عن بحور الشعر وحاولت حاولت يكون موزون عليه. بزاف 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 حلو بزاف. ثانك يو. لايك لايك لايك. وهلا خلينا نشوف شو كان تقييم لوائل عن فيديو نور. شو رأيك بالصورة يلي قدمتها نور؟ الصورة الانيميشن بتترجم الشعر اللي انت قلتيه، وهي منصفه جدا للشعر. الشعر حلو قوي، وطبعا اداء الشعر مش من تخصصك، فيعني كويسك انت اديتيه بالشكل ده. ممكن كان الاداء يكون احسن، بس في الاخر دي مش الفئه بتاعتك. بس انا كل هممني انه الشعر مش بس اذا كان مكتوب حلو او وحش، لكن قد ايه الشخص يصدقه ومن القلب. ومن القلب، حتى لو القائك مش 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 محترف، او القائك انا شايفه شويه مش المستوى المطلوب بما انه مش فئه بتاعتك، بس طالما انه طالع من قلبك فانا حسيته. شكرا. فدي حاجة. بالفعل كان في شيء حقيقي بالفيديو اللي قدمته نور، وخاصه انه كان المحتوى عن الام. هلا مشاهدينا خلينا نروح ونشوف المشترك راشد المتاعب شو التحدي اللي اختاره وهل نجح فيه. مرحبا، معكم راشد سمكة. إن شاء الله قدرت أفيدكم بهذه المعلومات مع راشد سمكة، وشكرا لكم. راشد عمل محاولة وحاول يثبت نفسه عن طريق تحدي فئة الرياضة، ومثل ما شفنا اختار موضوع السباحة. راشد، هلا أنت ما قدرت تحكي من وراء الوجع لأن عم تشك على بطنك أو كنت بردين؟ كل شيء. وائل، باختصار وضمن المعايير الخمسة، كيف بتقيم هالفيديو؟ طبعا أنا يعني راشد دلوقتي بيقدم فئة الكوميدي، ودي حاجة تقريبا مختلفة. لا مش فئة، هي فئة الرياضة.
رياضة؟ مش كوميدي. اوكي الرياضة. بهرج معاك. لا هو طبعا الفيديو مضحك شوية، واكيد انا لو اتفرجت الفيديو ده وعندي اولاد مش هفرجهم عليه علشان ما يغرقوش. لان انت في الاخر خدت حتة كرباج وانت نازل. لا بس هو عامة بعيد عن الجانب الكوميدي في الفيديو، الفيديو بيشرح بجد طريقة العوم. هو يعني انت بتعرف تعوم؟ ولا انت ولا كنت بتعوم جرافيكس؟ على حسب. على حسب. انا بحس ما بيعرف يعوم بس اختار العوم لانه ما بيقدر يحكي هو عم يسبح. هقول لك حاجه، لو فئه الكوميديا هديك علامه كامله، لو فئه الرياضه انت بالنسبه لي سيف، لان انت مشيت بالمعايير بتاعت اي فيديو رياضه، انا هعمل كذا وكذا وكذا وخلاص. وهلا وصلنا لنهايه العرض المباشر العاشر واللحظات الحاسمه اللي حنشوف فيها مين رح يغادرنا ومين رح يكمل معنا. صرنا بالمراحل الأخيرة من البرنامج وأكيد الاختيار صعب. النتائج صارت جاهزة، والمشترك يلي أنقذ تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو مين يا ترى؟ نور الدين أمين. منقول لك مبروك. أما نور فنتمنى لك كل التوفيق. للأسف غادرتنا المشتركة نور الإبراهيمي عن فئة السفر والمغامرات. بالتوفيق لك يا نور، غادرت البرنامج، بس نحن ببرنامجنا خبرياتنا بلا حدود حنضل نسلط الضوء على أحلى الذكريات اللي جمعتك ببرنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. خمس مشتركين رح يشتغلوا بكل طاقتهم لتنفيذ التحديات الجاية وتقديم أفضل ما عندهم، وهدفهم تحقيق الحلم والوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب وجائزة النجم يلي تخطى كل الحدود. وأنا هلأ بلكن تصبحوا على ألف خير. خمس مشتركين ضلوا معنا للعروض المباشرة القادمة، بنتمنى لهم كل التوفيق. مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، بلاقيكم بكرة بنفس التوقيت. كنت معكم لوريس حراني، تصبحوا على ألف خير.